فقال أقرئ يا محمد أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان. هذا رسول الله إبراهيم يسلم عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لنا أخبرهم أن الجنة طيبة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول فبعد ذلك بشر أمته بهذا. ثم يقول رأيت الجنة ورأيت أنهارها ورأيت أربعة أنهار نهران باطنان فقلت ما هما؟ قالوا أنهار الجنة ونهران ظاهران. فقيل إنهما النيل والفرات وهما من أنهار الجنة. يقول ورأيت نهرا عظيما مسيرة شهر طوله ثم عليه قلال حوله من اللؤلؤ وماءه أبيض من اللبن. فقلت ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي ستشرب منه أمتك، سنشرب منه إن ثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نريد أن نؤمن أن رسول الله أعظم خلق الله عز وجل. نريد أن نتشرف بأننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعلم أن الله بنفسه فرض عليه الصلاة، فعظموا ما فرضه الله بنفسه ولم يفرضه لا عن طريق ملك ولا عن طريق وحي، بل فرضه بنفسه ألا وهي الصلاة، فعظموا الصلاة في قلوبكم يا كرام. ثم أخيرا هنيئا لمن ثبت على ما ثبت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إنا نحبك وإنا ننتظر الصباح حتى نراك، وأنت ستموت ونموت وتدخل الجنة ونحن لا نعلم أن ندخل الجنة أم لا ندخلها، وإن دخلنا الجنة فأنت في أعلى المنازل. فبشر الرسول صلى الله عليه وسلم كل أحبابه، أسأل الله أن نكون منهم. وقال المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة، فأحب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجعلنا من اشد الناس ايمانا به، اللهم اجعلنا ممن يدافع عن سنته، اللهم اجعلنا ممن ينصر دينه، اللهم اجعلنا ممن يموت على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح نوايانا.